السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سأشرح لكم مبرهنة فيثاغورس شرحا مفصلا. التيوغيم دو بيتاغور. إذا لمبرهنة فيثاغورس خاصيتين، الخاصية المباشرة والخاصية العكسية. نقول الخاصية المباشرة: إذا كان مثلثا ABC قائم الزاوية في A، فإن BC أس 2 تساوي AB أس 2 زائد AC أس 2. كما هو مبين في الشكل، المثلث ABC قائم الزاوية في A، إذا وتره هو BC. إذا مربع وتره يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين. C'est ça le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je répète, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire, si ABC est un triangle rectangle en A, alors BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. نمر الآن لتطبيق. أول، ليكن ABC مثلث قائم الزاوية في A، بحيث AC تساوي 3 سنتيمتر و AB أو BA تساوي 4 سنتيمترات. احسب قياس طول الوتر BC بسنتيمتر. Soit ABC un triangle rectangle en A, tel que AB est égal à 4 cm, AC est égal à 3 cm. Calculer ou bien déterminer la longueur de l'hypoténuse BC en cm. Donc, هنا يجب أن نفكر في مبرهنة فيثاغورس والخاصية المباشرة لأن لدينا مثلث قائم الزاوية. تابعوا معي البرهنة. لدينا المثلث ABC قائم زاوية في A، وحسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة فإن BC أس 2 تساوي AB أس 2 زائد AC أس 2. تطبيق عددي: BC أس 2 تساوي AB تساوي 4، إذا 4 أس 2. AC تساوي 3 زائد 3 أس 2. BC أس 2 تساوي 16 زائد 9. 16 زائد 9 تساوي 25. إذن هنا مربع هذا الضلع أو هذا الوتر يساوي 25. كيف سنستنتج BC؟ خاصة بالنسبة للثانية إعدادي الذين لم يروا بعد الجذور المربعة. إذن هنا أدعوكم أبنائي لأن تعرفوا هذه مربعات الأعداد الصغرى. مثلا 1 أس 2 تساوي 1، 2 أس 2 تساوي 4، 3 أس 2 تساوي 9، 4 أس 2 تساوي 16، 5 أس 2 تساوي 25، 6 أس 2 تساوي 36، وهكذا. ماذا تلاحظون؟ أن مربع أي عدد هو جداء العدد في نفسه. إذن وبما أن المسافة تكون موجبة، نستنتج أن BC تساوي 5 سنتيمترات، لأن 5 أس 2 هي 25. واضح؟ إذن نمر الآن للخاصية أو تطبيق ثاني. ليكن KLM مثلث قائم الزاوية في K، بحيث KL تساوي 8 سنتيمترات و LM تساوي 10 سنتيمترات. احسب قياس طول الضلع KM بسنتيمتر. إذن هذا التطبيق المطلوب أن نحسب قياس طول الضلع KM وليس الوتر، ولكن لدينا أيضا المثلث قائم الزاوية في K. إذن في ماذا ستفكرون؟ دائما في الخاصية المباشرة لفيثاغورس. لدينا المثلث KLM مثلث قائم الزاوية في K، وحسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة فإن
الام او كاري تيغال كا ام او كاري بلس كا ال او كاري. Où est-ce qu'on cherche la longueur d'un côté et non pas de l'hypoténuse? Alors, on va faire les inconnus à un côté et les connus à l'autre côté. Donc, ça n'adore le majahil. Donc, le majhoul هو KM. Donc, نحن نبحث عن KM. سأضعه في جهة والمعالم أو يعني المعطيات سنضعه في جهة أخرى. إذن كإم أس اثنان نتركها في مكانها، الإم أس اثنان في مكانه، كإل أس اثنان إذن سنحولها للجهة الأخرى وبالتالي ستتغير إشارتها. إذن بدل زائد كإل أس اثنان ستصبح ناقص كإل أس اثنان، وها نحن حصلنا على كإم أس اثنان تساوي الإم أس اثنان ناقص كإل أس اثنان. تطبيق عددي كم أس اثنان تساوي، لدينا الام تساوي عشرة، كال تساوي ثمانية. إذن عشرة أس اثنان ناقص ثمانية أس اثنان. إذن كم أس اثنان تساوي مئة ناقص أربعة وستون. إذن كم أس اثنان تساوي ستة وثلاثون. نفس الملاحظة السابقة، كيف سنستخرج كم؟ إذا حفظتم مربعات الأعداد التي قلتها لكم ستعرفون أن 6 أس 2 تساوي 36. إذن كم تساوي 6 سنتيمتر وليس ناقص 6 لأن المسافة تكون دائما موجبة. أحسنتم. أمر الآن إلى الخاصية العكسية. إذا كان لدينا مثلث ABC بحيث BC أس اثنان تساوي AB أس اثنان زائد AC أس اثنان، فإن ABC قائم الزاوية في A. alors si ABC est un triangle tel que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. alors le triangle ABC est un triangle rectangle en A. إذن لنطبق هذه الخاصية في تمرين. ليكن ABC مثلث بحيث AC تساوي 3 على 5، AB تساوي 4 على 5، وBC تساوي 1. لنبين أن ABC قائم الزاوية، بمعنى يجب أن نبين تحقيق المعادلة، أي أن مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين. لنحسب مربع الضلع الأول AC تساوي 3 على 5، إذن AC أس 2 تساوي 3 على 5، الكل أس 2 تساوي 9 على 25، BC أس 2 تساوي 1، إذن BC أس 2 تساوي 1 أس 2 تساوي 1، و AB أس 2 تساوي 4 على 5، الكل أس 2. إذن 4 أس 2 16، 5 أس 2 25. وبما أن الرقم واحد أو العدد واحد هو الأكبر، إذن سيكون هو الوتر لهذا المثلث. لنتأكد من تحقق المتطابقة أو العلاقة. إذن 9 على 25 زائد 16 على 25 تساوي، بما أن العددين الكسريين لهما نفس المقام، إذن سأجمع البسطين، 9 زائد 16 تساوي كذلك 25، 25 على 25 تساوي 1، وواحد هو مربع الوتر، هو BC أس 2. إذن تتحقق لدينا هذه المعادلة أو العلاقة، BC أس 2 وجدناها تساوي AC أس 2 زائد AB أس 2. وحسب مبرهنة فيثاغورس العكسية، فإن هذا المثلث ABC مثلث قائم زاوية في A. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا التطبيق. نمر الآن إلى تمرين إضافي. ليكن ABC مثلثا بحيث AC تساوي 8، AB تساوي 2A ناقص 3.
و بي سي تساوي 8. السؤال: حدد قيمة العدد الحقيقي أ حيث أ موجب قطعًا ليكون المثلث أ بي سي قائم الزاوية في أ. إذن لدينا قياسات الأطوال، لدينا مجهول وهو عدد حقيقي أ موجب، عدد حقيقي موجب قطعًا. نعلم أن المثلث سيكون قائم الزاوية، إذن يجب أن تحددوا قيمة العدد الحقيقي أ ليكون هذا المثلث قائم الزاوية باستعمال دائما برهنات فيثاغورس. إذن أعدكم أني سأصحح هذا التمرين في الفيديو القادم إن شاء الله، حاولوا إنجازه لوحدكم إن شاء الله. شكرا على تتبعكم.